سنوات من عمر البداية ومصاعب على طول المسافة، لكن إرادة التغيير وعزم الثائرين نحو تحقيق كامل الأهداف. نحيي اليوم الذكرى 9 لثورة 11 من فبراير في مجلس شباب الثورة السلمية بتعز، ضمن الفعاليات التي يقيمها مجلس شباب الثورة داخل الوطن وخارجه، لنؤكد على رمزية هذا اليوم وعلى أهمية هذا اليوم العظيم في تاريخ اليمنيين، ونؤكد أيضا على تمسكنا بأهداف ومبادئ ثورة فبراير. هنا في مدينة التربة جنوب تعز يقيم مجلس شباب الثورة حفلا فنيا وخطابيا احتفاء بهذه المناسبة العظيمة، إذ لا يزال الحماس الثوري حاضرا حيث تؤكده ملامح المكان هنا في الحجرية. فبراير تمثل لنا النور إلى المستقبل، تمثل لنا الطريق إلى المستقبل، تمثل لنا النهضة التنموية الازدهار لليمن. أحلام كثيرة حلمناها في ساحة التغيير وإن شاء الله سوف نحققها. ستنتصر الثورة وتتحقق جميع الأهداف بنضالات الشعب اليمني بأجمعه، لأننا خرجنا لأجل قضية وطن نطالب بحرية وعدالة ومساواة ويمن جديد قادم. فقرات فنية متنوعة وكلمات ألقيت أكدت في مجملها على عظمة الذكرى وأهمية الاحتفال بها، لا سيما وأن المدينة كان لها دور بارز في الثورة وأول شهيد منها. لا ننسى الشهداء، شهداء فبراير، وكان أولهم من هذه المديرية وهو مازن البديجي، ولا ننسى أيضا الشهيد عدنان الحمادي الذي هو آخر شهيدا في الحجرية أيضا. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، الانتصار للوطن. حضور رسمي وشعبي من مختلف الفئات شكل نموذجا ملفتا، حيث جاء تأكيدا على إكمال الطريق وفاء لتضحيات الشباب الذين دفعوا حياتهم إيمانا بالتغيير. في الذكرى 9 للثورة يؤكد الثوار هنا الاستمرار في خط الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها، وأن مقاومة الانقلاب وجه آخر من أوجه الثورة. فوز الحمادي، قناة بلقيس، من مدينة التربة، تعز.